عندما تنعدم الإنسانية وتفتقد الوسائل. منذ الحقبة الاستعمارية إلى يومنا 89 سنة والمذبح ما زال بالأجهزة القديمة. ترتكب المجازر. البطوار هذا أخويا ما يتوفرش فيه كاع الشروط. كان يامات ما يكونش 3 جور 4 جور الماء ما كاش. راهي وضعية خطيرة، شوف كيفاه راهم يرميو في القاعة. ما كاش حل واحد آخر، أنا قلت لك لاباطون ني ريبون بلو أو نون. ويصبح بعدها المستهلك في قلب الخطر. ماذا بيا نخدم في بلاصة نقية، علاش؟ هذا إنسان كيما نقولوا حنايا دي ماكلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. مشاهد صادمة تنقلها شروق نيوز من مذبح العاصمة في روبورتاج خاص تتابعونه في الأوقات التالية.